هني عم بيحاولوا بس من العنوان يعملوا سكوب. انا عندي انتوليرانس على كل شيء ملك، وبضحكي قلت لهم سوري ما بقدر اشرب حليب. احلام تنزلت عن اجرى. كل انسان بيعمل يلي هو بيحبه واللي بيريحه واللي بيفكر فيه، مش انا بقرر دايما الاشياء اللي لها علاقه بالمصاري او لا. كنت بفضل ما انسال هذا السؤال.